انا فرحان حيت اليوم جيت باش نشارك صاحبي وحبيبي فريد غنام، لانه ماشي اي فنان. انا عشت معاه واحد التجربه اللي هي تجربه دوفوس، وكنا صحاب بزاف، فاكيد جيت محتفل معاه بهذا المولد الجديد ديالو، فكنتمنى له التوفيق والنجاح ليه ولجميع الفنانين المغاربه، اللي حنا كفنانين مغاربه الدور ديالنا اننا نتعاونوا مع بعضياتنا، واحد كيعاون واحد، واحد كيدعم واحد. مشاريع مستقبليه، صدرت مؤخرا واحد الاغنيه بعنوان جي با اوندي، الحمد لله اغنيه لاقيه واحد النجاح كبير ما كنتش متوقعو، بدون اي حمله، بدون اي سبونسوريزي، الاغنيه غاديه في الطريق وغاديه بواحد النجاح اللي ما كنتش متوقعو. يمكن لان الاغنيه جايه من القلب، واللي درت فيها واحد الموضوع اللي كيعيشوه بزاف ديال الناس، داكشي علاش الاغنيه وصلت. واللي باقي ما سمعش الاغنيه راه باقي ما سمع والو، كنستنى من الفارغ الصبر، لانه فريمون واحد الشهر اللي كنرتاح فيه بزاف، خصوصا ان هاد الشهور اللي دازو كان عندي الخدمه بزاف وكان عندي مجموعه من الجوالات، فرمضان كنرتاحوا فيه وكنراجعوا فيه نفسنا، وكنقول رمضان مبارك للشعب المغربي والامه الاسلاميه وسيدنا الله ينصره وجميع المغاربه. ان شاء الله بالصحه والسلامه.